على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيد بشير، زوجتك من موكلتي الآنسة حوراء هاني سعيد. كما تتلألأ الشمس على ساحل مدينة صور، هكذا يتلألأ خبر زواج بشير فخوري وحوراء سعيد، اللذين عقدا قرانهما العابرة للقارات عبر موقع التواصل الاجتماعي لسكايب. كاميرا اليوم قصدت منزل العروس في صور مستوضحة الأسباب. جاي شهر محرم وصفر، ونحن عنا بديانتنا أنه ما في أنه نتجوز بهذه الفترة، فأنا حابة كمان زور بشير على الكريسماس، فما كان عندي حل واحد إلا أنه هو سكايب، أنه نعملها للفكرة ونتجوزنا. معرفتها ببشير تعود إلى يوم كانت في الخامسة من عمرها. سافر هو في العام 2000 إلى الولايات المتحدة لتلتقيه مؤخراً لدى زيارته لبنان، فكان إعجاب، حب، ومن ثم خطوبة تمت في الخامس من تموز يوليو الفائت. في عالم فكرتني أنه أنا ماني متعلمة، وهذا شيء اسمه هبل اللي فتنا فيه. هذا الشيء منه هبل، هذا لو ما الشيخ سمح فيه ما كنت أنا جرأت وعملته. إيه، ما لقيت أنه شيء مستهجن، أن طول عمره يتجوزوا على الصورة، يبعثوا البنت هيك على أفريقيا أنه تكون لفلان ويروح يتجوزوا. مرت يصير نصيب، مرت ما يصيرش نصيب، في ناس ترجع، في ناس تبقى، وأنا من بيلتون بإيد. وبما أن الزواج الشرعي تم عبر السكايب، لجأت كاميرا اليوم إلى الوسيلة نفسها للاستفسار من العريس الذي أكد استحالة قدومه إلى لبنان نظراً لارتباطه المهني هناك. طب شو كان المانع بالنسبة لك ولحوراء أنه تعمل لك زيارة على أمريكا من دون كتب الكتاب؟ هل كان في مانع برأيك ديني؟ يعني أحسن كانت تكون كتب كتابة؟ ايه اكيد، مع اول شيء اهلها انه ما رضوا. يعني احنا عنا بالمجتمع الشرعي ما عندك مثلا انه مش حلو قصة فكرة البويفرن والجيرفرن وهي الاشياء يعني. واهلي كمان من اول قالوا لي انه كيف بعد تجي البنت على امريكا وانتو مش كتبين كتاب ولا شيء. فقلنا اتفقنا عائلتين انه نكتب الكتاب، فهيك لما تجي على امريكا تزورني يكون كله شرع وما في يعني خط تماس. انت علي شو قدي؟ هي الصدفة ربما التي جمعت أماً وابنتها على هذا النحو من التوارث، فالأولى تزوجت عبر الصورة والثانية عبر السكايب. ها هي مدينة صور تلحق بفضاء التكنولوجيا لتحاكي عبر زواج الثنائي بشير وحوراء عصر العولمة، عصراً يختصر المسافات ويجمع الأحبة عبر القارات. من مدينة صور، درجة غفري، اليوم على الحرة، جنوب لبنان. ولم تصدر لغاية اليوم تعليقات حول هذا الموضوع من المراجع الدينية في لبنان. معنا مباشرة من ولاية فلوريدا الأمريكية الزوج بشير فخوري. بشير، أهلا بك معنا في اليوم على الحرة ومبروك. يعني بداية، ذكر التقرير استحالة قدومك إلى لبنان، لهذا السبب اخترت الزواج عبر سكايب. كيف خطرت عبالك، كيف خطرت لك الفكرة؟ أهلا معك، بدي تقلي تحية لكم جميعا، مساء الخير. هو سبب نزولي على لبنان بصراحة مش ما كنت متعرف على حوراء. أنا بالأول أنا حجزت بسنة 2013 أبريل، كنت حاجز تكتي، وبآخر أبريل أول ما تعرفت على حوراء من وراء الفيسبوك. هلو؟ نعم نعم بشير، نعم تفضل. Can you hear me? Yes yes yes. تفضل. تعرفت عليها من وراء الفيسبوك، وأنا بعرفها يعني من زمان، من هي وصغيرة عمرها 5 سنين، فبلشنا نحكي وبلدنا وعملنا علاقة يعني من أنا وهون، ونزلت على لبنان أنا already حاجز، وشفتها شخص لشخص وتعرفنا أكثر وحبينا بعض وخطبنا أنا بلبنان يعني. فلما رجعت عشان شغلي I came back in August، رجعت بأغسطس، بدي عشان بدها تيجي تزورني هي بالكريسماس، حابة تيجي على أمريكا وأنا حابة تيجي لأن أتعرف على أهلي هون وعائلتي هون كمان. فصار في عنا مشكلة إنه كيف بدها تيجي ونحن مش كاتبين كتاب ومكتاب. فقلت أنا بدي أعمل وكالة لصهري بلبنان، فطلعت قصة الوكالة بدي لبكي يعني بدي أطلع على واشنطن وأعمل أوراق وما أوراق. فأختها بصراحة، أختها ديانا اللي طلعت بالفكرة إنه نعمل زواج على سكايب ونسأل يعني الشيخ إذا بيمشي الحال.
فقالوا انه كله تمام، المهم الشيخ يشوفك ومهم يكون عندك نعم. شهود مشهود، فعشان هيك قلنا الفكره كثير طلعت حلوه وجديده يعني. طب بشير كيف حصلت على الاذن؟ كيف حصلت على الاذن من احد المشايخ بلبنان؟ ويعني مين تولى هذه المهمه؟ بصراحه هي اما لحوراء الحاج دلال، هي اللي اتصلت بمرجع بيختص فيهم وسأله وقالوا انه القصه 100% شرعيا حلال وما فيها مانع يعني. نعم بشير، هل واجهت اي اعتراض بالبدايه من افراد العائله، يعني عائلتك او عائله العروس؟ لا بالعكس، كلهم كانوا مع الفكره بصراحه، كلهم كانوا مع الفكره، المهم قالوا انه يكون قصه نعم. شرعيه والشيخ يقبل وما فيكون اعتراض من اي حدا، فكله كان 100% يعني اكيد. هذا كان اول شيء نحن انا وحوراء نعم. بشير كل العائلتين يعني agree on this thing. نعم، طب تلقيت اتصالات من اصدقاء من حواليك للاستفسار عن هذا الزواج الذي يعتبر الاول من نوعه؟ قصدك بالاول يعني قبل ما نعمل بعد ما تزوجنا ولا قبل ما تزوجنا قصدك؟ لما تزوجتوا يعني هل يعني عم بيجيك اتصالات من اصدقاء عم يستفسروا كيف حصل هالزواج؟ ايه اكيد، ما كلهم عم بيقولوا لي انه كيف عملتها وانه بركي بتعطيهم فكره ايه شرعا حلال وما حلال، فانا اياه كثير عم بشرح للناس كلها يعني، عائلتي هون كلهم عارفوا واصدقائي، وعندي اصدقاء كمان من لبنان صار لي شايفهم من زمان عم بشوفوا على الفيسبوك والقصص وعم بيباركوا لي، يا وشرحت لهم الموضوع وكل العالم حاب الفكره، في بس كم شخص اعترضوا ومش عارفين هن انه انا بعرفها لحوراء يعني تعرفت عليها بلبنان، مفكرين انه انا مش شايفها قبل مره وبس شفتها على الفيسبوك وبعد مش نازل على لبنان، يعني شيء بدي صلح لهم انه انا هذه الشغله مش هيك، انا شفتها لحوراء طبتها وكنت بلبنان يعني. بشير بدنا نقول لك الف مبروك، مبروك بشير فخوري لك ولا حوراء، بدي اتشكر مشاركتك معنا في اليوم على الحره، مشاهدينا كنت معنا عبر سكايب من ولايه فلوريدا.